نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس والحديث عن الحياه التحكيميه. منورنا كابتن نصر. الله يخليك يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن اسامه عرابي وكابتن هاني رمزي كابتن عادل الرحمن والكابتن اهلا وسهلا كابتن نصر. مبروك كابتن ايمن للنادي الاهلي على الفوز والنتيجه في المباراتين والوصول للنهائي ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرم كده والنادي الاهلي ياخد النهائي ان شاء الله. كابتن ايمن، قبل ما نتكلم على المباراه كابتن اسامه كابتن هاني، خلينا النهارده يعني نحيي الاتحاد الموريتاني. الاتحاد الموريتاني النهارده بيدينا حكمين، الحكم دحام بيدا اللي هو ادار هذا اللقاء، على فكره هو ادار لقاء الاهلي والهلال في الهلال، هذا الحكم في دور المجموعات اللي هي المباراه الثانيه. زميله عبد العزيز بو ادار مباراه الاهلي والهلال اللي كانت موجوده في القاهره، النادي الاهلي فاز فيها بثلاث اهداف. الاتحاد الموريتاني كان بعيد جدا عن الخريطه الافريقيه بالنسبه للتحكيم، النهارده بنشوف حكمين من موريتانيا في افريقيا في دوري ابطال افريقيا، فده بنحيي فيه الاتحاد الموريتاني بامانه، وقف جنب حكامه، لجنه الحكام في موريتانيا، حكمين في افريقيا جداد من فتره ما شفناش. بمناسبه عبد العزيز بو كابتن، ماتش الترجي التونسي والافريقي التونسي، وحضرتك عارف الماتشات دي بينهم وبين بعض بيبقى ديربي يعني. حكم المباراه عبد العزيز بو. بالظبط. فهنا بنقول يا كابتن اسامه، بنقول ان الاتحاد ولجنه الحكام ليها دور. احنا الكلام ده احنا بنوصل رساله الاتحاد المصري ولجنه الحكام، ان لما كنتش هتقف مع حكامك مش هنشوفهم في البطولات الافريقيه. ده مبدئيا بس عشان الناس تعرف. كمان كابتن اسامه بتتكلم على الحكام القدام، لا خلاص النهارده بقت كل الحكام اللي موجوده على الساحه النهارده، بنشوف عبيد زبو، بنشوف دحام بيده، بنشوف دانيال لاريا، بنشوف غرباء، يعني الحكام دي كلها امين عمر كمان ومعاه البنا ومعاه معروف، كلهم حكام جداد، ويمكن القدام خلاص يعني مش بنشوفهم دلوقتي، ودوت فكر لجنه الحكام في افريقيا اللي بتدفع بالحكام اللي هم الجداد عشان خاطر تقدر ان هي تمشي بيهم في الدوريات اللي هي في افريقيا. نروح للحكم بقى النهارده، يعني بصراحه النهارده المباراه سهله جدا يا كابتن اسامه، سهله جدا جدا جدا. اول نتيجه المباراه هناك، النتيجه النهارده هنا، هدف الشحات في الدقيقه 21 سهل من مهمه الحكم الكابتن عادل جدا، روح اللاعبين، سلوك اللاعبين، الجمهور، اجواء جميله جدا جدا. ومع ذلك يمكن النهارده الحكم يعني ما اقنعنيش بامانه، في قرارات كتيره جدا جدا كانت عكسيه، في قرارات كانت دايما بتتلعب بالشكل، بتتحسب بالشكل. الحالات معانا وهنجيبها، ولكن يعني بقول مباراه سهله، ولكن الحكم النهارده يعني ما كانش على المستوى اللي المفروض النهارده يبين نفسه او يقدم نفسه بشكل كويس، مفيش ضغوط عليه ابدا، ولكن خلينا نقول النهارده بمعياره هو كابتن هاني، بمعيار الحكم، انا جايب حالتين في البدايه مقارنه ما بين احتساب مخالفه على بيرسي تاو في داخل صندوق نادي الترجي، وجايب مخالفه لبيرسي تاو، الاثنين زي بعض حسب الاولى كابتن اسامه، والثانيه هنشوفها معانا ونشوف القرارين ونشوف الحالات التحكيميه اللي موجوده معانا في هذه المباراه. خلينا نروح للحاله الاولى اللي هو الحكم دحام بيدا، هنا معاه كان الفار اللي هو دانيال لاريا من الحكم الغاني. خلينا نروح الحاله الاولى ونشوف هنا بيرسي تاو، اللعبه دي كانت تقريبا في الدقيقه 9 في بدايه المباراه كابتن ايمن، وهنا يعني مفيش مخالفه من بيرسي تاو ابدا مع اللاعب المدافع، هو استغل التلامس البسيط قوي قوي من بيرسي تاو، هو تلامس حتى مفيش تلامس يعني، استغل التلامس وسقط. هو هنا خد بالشكل لما اللاعب المدافع وقع، يعني كابتن عادل انا ماليش علاقه هنا، مفيش مخالفه تمت من اللاعب بيرسي تاو، وكان عندي فرصه هنا للاعب بيرسي تاو لما راح كان ممكن يروح ويكمل، وكانت تبقى هجمه او تبقى جون، ولكن هو صفر هنا بين مخالفه. دي الثانيه هنا احيانا انت كمشاهد بتبص على الجزء اللي فوق او كحكم، خلي بالك المخالفه ممكن تكون من فوق ابن اسامه، ممكن تكون من تحت من رجل. صح. انا معايا النهارده الحلقه هوريك ازاي ان هنا الركبه هنا اليسرى بتاعت محمد بن حميده اللي هو المدافع رقم 20، الركبه هنا في السمانه بتاعت او في قدم او في رجل بيرسي تاو، دفع هنا موجود، خطا بالاهمال وركله جزاء كابتن عادل، بمعيار الحكم في احتساب المخالفات اللي احنا شفناها دي كلها كان لابد من هنا احتساب ركله جزاء لبيرسي تاو بامانه. لو معانا الحاله هوريك ازاي هنا
بالركبه هنا كان في دفع للاعب مش من فوق، فوق ما كانش في حاجه، ولكن هنا الخطا كان من القدم او من الركبه اللي هي اليسرى للاعب الترجي بن حميده ضد بيرسي تاو، وهنا الحكم ما حسبش، وهنا كان يجب على الفار كابتن اسامه كان يستدعي الحكم لان دي حاله من الحالات المهمه، دي كانت ركله جزاء لم تحتسب لبيرسي تاو. الحاله اللي بعد كده، وهنا بنتكلم على القراءه الجيده لطرق واساليب اللعب كابتن هاني، وانت كنت لاعب كبير جدا جدا بتروح في المكان المناسب عشان تقدر توسع لنفسك، بنقول دايما الحكم من فضلك خلي عندك قراءه جيده للمباراه، ما تخشش في محيط اللعب، دي حاله من ضمن الحالات، من ضمن الحالات ان الحكم هنا تواجد هنا في هذا المكان. بنقول يا كابتن اسامه وسؤال ليك انت، يعني هو المفروض كان يبقى فين؟ لازم يدي نفسه زاويه للرؤيه افضل كده، وزاويه ان اللعيبه تعرف تمرر، ما يدخلش في وسط اللعب، لازم يفتح لنفسه بره. بالظبط كده. تمام كابتن عادل؟ يعني اسهل شيء، يعني انت جاي هنا ليه؟ اولا انت هنا جيت قطعت على ديانج، قطعت باص، عملت مشكله لنفسك، ممكن الكره تصطدم بيك، هنا كانت في هجمه النادي الاهلي هنا عطل الهجوم، ولكن الافضل ليه؟ احنا بنتكلم هنا كتطوير تحكيمي، لابد يكون عندك قراءه، انا ما اجيش هنا خالص، انا عندي امكانيه اجي هنا كابتن اسامه، يبقى كل اللعيبه ديت قدامي، اقدر اتحرك، يبقى عندي اوبشنز ان انا اروح هنا يمين شمال، انما هنا انا ما عنديش اي فرصه ان انا اخرج، اي خروج لي هيكون فيه مشكله عليك والكره هتتصدم بيك. دي حاله من ضمن الحالات اللي كانت موجوده في المباراه ان هي التمركز الخاطئ اثناء اللعب. الحاله بعد كده اتكلم في حاله من الحالات المهمه جدا جدا، ونشوف هنا المساعد رقم الاول كان متميز في حالات كابتن اسامه، وعنده حاله طبعا صعبه جدا، هنا في تسلل اللعبه دي كانت لكهربا اللي هو راح ولعب المره واحده اللي جت في القائمه كابتن اسامه لو تفتكر، وهنا تسلل هنا واضح لان هنا قدم اليسرى لكهربا هنا سابقه وقريبه لمرمى المنافس، وبالتالي هنا كانت القرار صح باحتساب التسلل. فكره هو ساب اللعب يتواصل وبعد ما اللعبه انتهت اشار على التسلل ده، طالما في الفار هنا الحكم المساعد بيستنى شويه عشان خاطر ما يبقاش في قرار سريع كان ممكن يلغي الهدف. الحاله اللي بعد كده شوف، ودي الحاله المهمه جدا جدا، الهدف، الهدف عشان الشحات، شوف بقى التميز هنا للحكم المساعد، احنا يعني بنجيب الحالات مش كلها حالات سلبيه يا كابتن هاني، ولكن حالات ايجابيه هنا، الشحات هنا متغطي باخر لاعب من لاعبي الترجي، وبالتالي هنا الحكم المساعد كمان تمركز هايل، وهنا امر باستمرار لعبه، هدف كان صحيح للشحات، وده يحسب للحكم المساعد الاول بردك اللي كان عنده الحاله الاولى. اللي بعد كده هذه الحاله بقى، يعني بص شوف بقى، يعني هنا في تسلل ولا لا؟ دي مش تسلل، بالظبط كده، يعني هنا النجيله موضحه كمان، هنا خلي بالك هو محظوظ الكره ما كانتش جول صح، ولكن الكره دي لو راح الشحات وراح هدف كان الفار هيرجع، الفار هيجي وكان هيحتسب الهدف صح. وهنا بنقول دايما خلي دايما حكم مساعد تركيزك طول 90 دقيقه كابتن اسامه ما يغيبش، عندك حاجتين مهمين جدا، ربط لحظه اللعب وموقف التسلل، الحاله الثانيه التركيز، انك انت لازم يكون تركيزك طول 90 دقيقه، حاله من الحالات المهمه طبعا هيتحاسب عليها خلي بالك، وزي ما قلت حظه حلو ان هي ما جاتش هدف، بس هو رفع بعد انهاء الهجمه تمام، يعني بعد الهجمه ما اتلعبت وانتهت اوكي، ولكن الفار هنا لما يجي يعمل مراجعه هيحسب الهدف صح، فتخسر على الفار بقى بس. الحاله اللي بعد كده وهنا، هنا حته فنيه كابتن ايمن، هنا الحائط الدفاعي اللي هي 9 15 والقانون صريح جدا جدا، وحصل تعديل تقريبا من سنتين قال لك اللاعب اللي بيجي هنا من المنافسين ممنوع متر بعيد، ليه؟ ليه ممنوع؟ السؤال هنا ليه؟ عشان نوضح، هذا اللاعب ممكن يعمل مشكله لما بيقرب هنا الحائط الدفاعي بيحصل احتكاك وتشابك ما بين الاثنين، فالاتحاد الدولي النهارده عمل تعديل او لجنه الحكام او القانون قال الحكم يبقى بعيد عن الحائط الدفاعي يارد على الاقل عشان يبقى بعيد وما يحصلش فيه مشكله. هنا النهارده الراجل هنا اولا تمركز خاطئ جدا، هنا هو جاي هنا المفروض يجي هنا، وهنا سمح بان لاعب المنافس يبقى قريب من الحائط الدفاعي، ودي مخالفه طبعا بنقولها مش ليه هو بس، لكل حكامنا، خلي بالك في ال 9 15 اللاعب المنافس بعيد عن الحائط الدفاعي بيارده كابتن اسامه تمام. الحاله بعد كده الحاله العجيبه جدا جدا جدا، وهنا المخالفه، اين المخالفه؟ مفيش مخالفه خالص. سؤال، هو فين المخالفه؟ اولا مفيش مخالفه، ده انذار، ثم انذار قاسي جدا 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 في هذه الحاله،
وطبعا انا شايف ان هنا كان الافضل هنا احتكاك من الاثنين وفي منافسه على الكوره. يبقى هنا علي المعلول عدى وكان يجب على الحكم على الاقل يعني يشيل سمر اللعب او حتى لو احتساب المخالفه كابتن ايمن ما كانش يدي انذار لان لا تستحق الانذار. فانا شايف ان هنا انذار غير مستحق لعلي معلول في هذه الحاله. عموما بشكل عام بقول هم بيقدموا تحكيم موريتانيا بتقدم حكمين ولكن المباراه سهله النهارده كان المفروض يكون الحكم افضل من كده. اتمنى طبعا التوفيق لكل حكام افريقيا. ممكن نشوف يا كابتن نصر في المباراه النهائيه حد من الحكام الجداد في الكره الافريقيه ولا المباراه النهائيه يبقى ليها حسابات وهيستعينوا بقى بحكام يعني المباراه النهائيه عندنا خبره وترشح مين واحنا على الهواء دلوقتي؟ بص يا كابتن يعني خلينا نتكلم في يعني افضل حكام دلوقتي هم يعني مش مجامله ولا حكم هم حكام شمال افريقيا. شمال افريقيا بالظبط. افضل واحد النهارده جاهز النهارده هو الحكم الجزائري مصطفى غربال. اتمنى الجزائر مش موجوده طرف في الفاينل. اتمنى ان غربال يدير حتى على الاقل المباراه اللي هناك. احنا عندنا ماتشين. ايوه فغربال يدير المباراه هناك لان غربال حكم من الحكام اللي هم ليهم اسم كبير. سمعته كويسه جدا، حكم فير مجتهد، قراراته دايما 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 بتبقى قرارات صحيحه. لا يلجا للفار يا كابتن اسامه ودي ميزه مصطفى غربال. نتمنى انا اتمنى تقول لي مين اقول لك في البدايه خلي مصطفى غربال يدير المباراه الاولى دي كانت او الاولى اللي عندنا او الثانيه. لان المرتين دولت محتاجين حكم يكون عنده خبره عنده شخصيه لا يتاثر بالضغوط ولا بالجمهور ولا باي شيء لان احنا هذه المباراتين محتاجين العداله التحكيميه ودي يعني نتمنى ان شاء الله لجنه حكام افريقيا تحط حكمين يكونوا على مستوى سواء كان بقى الاهلي والوداد او الاهلي وصن داونز. كابتن ايمن دي اخر الحاله اخيرا بنقول مبروك للاهلي تاني ونتمنى ان شاء الله الفوز بالنهائي الافريقي. مبروك للاستوديو التحليلي، مبروك للقناه، مبروك لكل جماهير المصريه باذن الله يا كابتن. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر، شرفتنا وامتعتنا كالعاده. اشكرك يا كابتن. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه العوده بين النادي الاهلي ونادي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الابطال الافريقي للانديه ابطال الدوري والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0. احنا كلنا عارفين ان النادي الاهلي فاز مجموع المباراتين 4-0 ولذلك يتاهل النادي الاهلي لنهائي البطوله الافريقيه للمره الرابعه على التوالي عن جداره واستحقاق. اتمنى كلنا ان شاء الله بطوله حمراء للنادي الاهلي باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه. ان شاء الله التوفيق قادم في المباريات القادمه باذن الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي لحسم الامور في بطوله الدوري وباذن الله البطوله رقم 11 الافريقيه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده وامتعونا كابتن اسامه عرابي. شكرا يا كابتن شرفتنا وامتعتنا. شكرا ايمن ومبروك للنادي الاهلي وتركيز بقى فيما هو قادم سواء في الدوري العام او ان شاء الله في المباراه الختاميه ان شاء الله بطوله مباراتين ان شاء الله يعني مباراتين يعني باذن الله ربع. ان شاء الله كابتن عبد الرحمن شكرا يا كابتن. اولا مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي ومنظومه الكره في النادي الاهلي اللي فرحونا اللي وصلوا للنهائي وان شاء الله العظيم. جماهيرنا العظيمه طبعا متشكرين وان شاء الله دوركم جاي في المباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن هاني رمضان شكرا كابتن. شكرا كابتن، الف مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله باذن الله بالشكل ده والطموح ده والاصرار دوت ان شاء الله والنظر للتحديات اللي مر بها النادي الاهلي في هذه البطوله ان شاء الله الاهلي بطل هذه النسخه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه حسني شكرا كابتن شرفتني وامتعتني. شكرا كابتن ايمن ومبروك للنادي الاهلي وان شاء الله ان شاء الله تكمل على خير باذن الله يا رب ان شاء الله. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وورقة حياتي.